كيف حالك يا ابو محمد؟ تعال اقعد جاي بيني وبين ال بيني وبينك سوق احراب يبترميني يا برميك. اي يبترميني يا برميك. قد لحنا والحج نعمه تدعي لك بطولة العمر. ما بتقول الموت انت بسامحكش شو بتدعي؟ ليه بسامحيهوش الا 12 ليت؟ اذا ما تسامحيهوش على ايش؟ كل العمر 70 سنة ظل انا مش باكي تحبي انتي؟ ولا بدري عنه. هذا بتحبوش 18 بطن جابت، هذه لو بتحبه جابت نص البلد الف 12 ليت. اللي باكيت مثل اليوم يقعدن عندهم ويشربن قهوة ويشربن شاي وجبن لهم الشاي وجبن اليوم الحكي بتحكي هي يعني يا بني مش مثل اليوم ولا سالوا كل عمرك شفتها ولا مملك عليها؟ صحيح. قديش قعدت مملك عليها؟ سنة أقل أكثر سنة ونص يعني سنة ونص. ما شفتهاش ولا مرة في السنة؟ تنهزم من وجهك؟ ما هن بكت تشوف طليبها من هناك جات تنجنبت عن الشارع وراح أتغد شوف الحياة تنهزمي بكيتي من وجهه؟ قال ليش؟ سنة ما قعدتي ما خليتيه بلديك وبتشلمي هذا شو دين هذا اللي أبو شعر؟ هذا زميلنا هشام هذا مهندس الصوت يا سيدي. هذول جيل اليوم يا حج. هذا القصة خلص هذا هيك معجباته وشعراته. هذا ضيف لابو محمد جاي بوزة. مشان تحل سنونك. اسناني خربانات من لا ما تخافش. ابو محمد تفضل. بتقول لي دافع فيها 160 ليرة كال. شياكة؟ لا بجوز هاي امي 130 ليرة سياكة امي اما هي لا بجوز 210 اكل يدار عن حالها. انت بتقولي دافع فيك مهر 160 160 هو بقول حوالي 300 والله غير 160 دينار اسكت وعصى علي اخوي انه دفع اخرى 10 ليرات لا هدم الخال هذا بندار هدم الخال مدفعينه ولا ادم الخاله وبكيت تنهزمي من وجهه ولا يجي يتحنجل عند دار عمته يشوف ايش طهره بنتي يا نعمه تسد العقد عليه تسد العقد تسدي باب الضاد يعني حالي لا خوفي تشوفيه ولا سنه ما تخافي من ضبك اليوم اليوم من ما بملكوا بروحوا بقعدوا مع بعض وبشموا الهواء مع بعض في الجبل وفي السهل وفي على المكهات وعلى مندار وين على الصالة غير في الصالة اليوم او انت ضاع عليك الصالات انت راح علينا راح وين عمل لك العريس في دار ابوك ولا صمدوك انت وياه ولا هم غمغوا هالوحده يمغمغوا يعني يغطوها صمدت انت وياها ليلة العرس انا بقى ليلة العرس كشفت عن وجهها؟ لا بل ما يروح الناس بصيباش حتى لو النسوان موجودة؟ لا بتضل مغمغمة؟ ولا تطلع من النسوان وتشف العريس من حاله هي وياه حتى لما بيجي العريس حشوفه يعني الصمدي لما حتى يجي وهي لساتها مغمغمة تا يطلع عن كل النسوان تا يكشف عن وجهها ولا بعد ما يروحن النسوان ولا بقوا يربطوا للعريس يضربوك الا خوفي في هالخزرانات والجد جد مشان يزعلوك مشان ما يفضحش ما ينعقدش وانت كشفت وجه نعمه وكلت الله يديمها من نعمه ان شاء الله باكي مزيوني وهي صغيره هي ما شاء الله عنها والواحد بغير اصله المزيون بظل مزيون والاصبر بظل اصبر بتقول انا بكيت ابن 19 وهو ابن 30 لا انا داري 20 25 هو ما انا بنت 19 ما خربان اليوم بكيت انا عمري 21 سنه اليوم هسه قديش عمرك؟ هسه من فضل الله بجوز الثمانينات يا بزيد من اي حمول انت؟ بشارات الحج ايش؟ بشارات من تعمي ابو محمد بشارات وانت بشارات؟ نعم بشارات؟ احنا بشارات سمعت خف وانت عنده باقي صيع عليك كثير خبب بتسمع لا والله عمره ما هاني ولا لا بس خلص يا بني يعني نتشبر الواحد يوم تشبر والخير قد ايه فيها عمرها؟
بجوز 60 50. شو 60 يا زلمه؟ 60 60 60 اتجوزت بنت 20 ولها بتكون لي معه حوالي 50 55. 50 سنه 50 سنه وشويه وشويه. قلنا انا وياه احتفلتوا باليوبيل الذهبي ما شاء الله 50 سنه وانت معه. تقول لك جبت 18 هدو حيلي، 6 ماتوا و13 عاشوا. قديش عشنا هالحياه كلها معاه. كلهن قضيتين معزبه؟ اه والله وهيك. هيك؟ اه والله. في البر، في البر وبالبر. بك عندنا سمار بكينا ننزل في العركان. في السمار. اما من يوم رحنا راح السمار كنا ننزل هيك بالخيام هذول. بالخيام. بيض شعر بك عندنا. جوزتوا هذول اللي حواليك اولادك؟ هسه المنو حلالات ولحال غنمات ولا لحاله كله لحاله وبجبل لحاله بكيم لحاله كلش لحاله. سالنا ام محمد موعد الجبنه للخزين من وين انت احسن اشي؟ بقولوا من بعد نص ثلاث منيحه. صحيح للخزين. صحيح. قد ايه بتوردوها الجبنه اليوم؟ بلاش باخذوها، في واحد بيجي ياخذها من عقربه 13 شيكل بضحك علينا وبزمنا بروح 13 شيكل. ولما مطلوع على السوق بنقولهم قديش الجبنه؟ بقول لك ب 22 و23. 10 شيكل بيطبخوا في كل كيلو جبنه. لما مطلوع على السوق في نابلس قديش الجبنه الغنميه؟ بقول لك يلا عشانك ب 22 وبيجوا باخذوها من عند العربان. حملك جميل. وبيجوا من عند العربان باخذوها ب 13. خليها حط عليها شيكل، حط على كل كيلو شيكل نكل يا سيدي. يا ابو الحج بتخس، بتخس الجبنه صح لما نزمها من هون بتخس، يعني الترس من هون لنابلس بتخس كيلتين. كيلتين؟ ولا كم بدي؟ كم كيلو الترس هي تقريبا انت؟ لما تكون محشيه مضبوط 20 كيلو 19 20 كيلو 20 كيلو ب 13 360 شيكل 200 260 شيكل يا سيدي العزيز. خليها تروح 2 كيلو ب 26 كولي ب 30 هي بضل 230 صفية 18 اضربي 18 على حساب 23 هي عملت، هي عملت 100 شيكل كلتها لك مربح. والله بقول انه هذا في نابلس ما فيش سعر يعني 14 13 ونص. قديش الله التجار انتو والله ما واحد ما بيقبل يقبل يعطيك اياها كلمة 22 وفي ب 23 بقول لك حسب نظافة الجبنة. كان بقول لك هذا جبنة ابو محمد بشارات وهي جبنة ابو مش عارف مين. الجبنة نظيفة تبقى مخلطة سمار وبياض. انظف شيء. انظف جبنة للخزين مشان المشاهدين يتعرفوا شوي اللي تبقى مخلوطة بياض. يعني نعاج مشمول وغنم. مشمول. مشمول سمار وبياض عند ابو حسين هاي جبناته بيجوا والله من عنبته بيجي واحد كرابينا في عنبته ساجن بيجي. نفس السعر تقريبا. بدريش بجوز ب 20 بجوز يسلخوا. لا هذا شاطر يوزع. هذا المشمول بسموها هذه جبنة الخزين. ايوه مضبوط مضبوط. جبنة الخزين المنيحة اللي بتكون مشمولة. يعني غنم بياض اللي هو النعاج الصوف. وغنم السمار اللي الغنم تاعات اللي عليها الشعر. هذه من حليب هاي وحليب هاي واعمل جبنة هذا احسن جبنة للخزين. صحيح صحيح. ابو محمد كل يوم تصح فيها الغنمات انت؟ لا يا زلمة اليوم في وطاء في هرعة بدي اروح اجر حالي ما اقدرش اسرح انا جر حالي واساعده شوي ساعتين زمان ويطلع بس ولا هو بيسرح فيه. انت اللي بتحلب الغنمات؟ انا بحلب 10 نعجات. والحج بتجبن لي بتجبن رحم الله والدينا والديك بتجبن بتجبن. ابو محمد دير بالك على الحجة بطاطتها مطفية وباكي تعبانة. والله يا يعني أنا بقول بشرفي ما بس بقول له بالذبيح أنا بدي أموت من الجوع. خلص بكدي هالقد لما الواحد 70 80 سنة عمره بده يضل يمشي وقع. صحيح بكدي هالقد ما ضلش في نفس يباطع غنم. غنم ولا ابن آدمين ولا ابن آدمين. هي بتكبلش هي ميت علينا وما بتقدرش تقول. ليه مش مخلي تبيع الغنمات؟ لو كل من وراهن يا بنية. المرة جنة الزلمة جنة والمرة بنة مدبرة. ام محمد بتقول لك منوش من وراهن بيعمل لنا تنشة جبنة بجيب لنا 40 50 ليرة كل اسبوعين بنبيع تنشة جبنة ما شاء الله عليها بجيب 300 شيكل. طيب مناح 300 شيكل مناح. 60 دينار. وبعدين بيضاتكم البلديات حواليكم الجبنة عندكم الحمد لله كله بلدي في بلدي ما شاء الله.
الحمد لله. بس بقول ليه بتعملوا الزبدة بلدية وسمن بلدي؟ هذول يعني أول شيء إحنا حتى لو بدنا نعمل فيش شيء اللي يسوى. أما اللي بحلب تنشتين ثلاث حليب لو بده يسوي بيسوي. برضو ما هاي بقول لك الجبن مكتة هذول النسوان في الساعة بدين يجبن ويخلصن. هذا اللي بده يسوي جبده ببيت الحليب. ببيته في الكون تشوط شمار والصبح بيكوشوا عنه. أشرتك ما إله الطعم الجبن تبعه. يا سلام. ولا بتروح الثمرة. اها لما تروح الثمرة منه ها مالوش حلا. اللي ثمرته فيه أحسن إله طعم. إله طعم ونكهة. اه والله صحيح. اه. عطينا لما محمد هدية. وفيها صابونة معطرة وكل شيء. قلنا لها مشان تتغسل إلا بتقول هذه تالي الليل بصير تغسل في المعطر. أبصر عليش ناوي بتتلبد لك يعني دير بالك. شايف على الصابونة المعطرة. اه ولا بحب يتعطر هون. أنت بقول لك مشان تغسلي وتتعطري ولا تالي الليل. خلاص انتهينا يا ابني. انتهينا خلاص. اللي بحبه لا من ثمك ولا من شمك. خالص عن خالص. معناها يا حجي انت منين حضرتك؟ لو غسلتي في اي صابوني مش مشكله بالنسبه له. ابو هشام حبيبي والله يا ابني يوم انه بطلع خلي الناس يتفرجوا على الحلال وعلى الغنم وعلى المعيشه في خله مكحول. الله معك.